طيب النازل بطعنه في الأنبياء، محمود محمد طه ما سلم منه حتى الأنبياء في كتاب رسالة الصلاة، عرفتها الصفحة 69، والرسالة دي جوا مفروض كان يسميها برا رسالة التأصيل لترك الصلاة، لأنه محمود محمد طه ذاته ما بيصلي، ونحن لولا الإطالة وكده كان جبنا لك وثائق كثيرة جدا، اعترافات للجمهوريين إنهم ما كان إنهم ما بيصلوا. سألوا بنته ذات أسماء محمود محمد طه، قال لها الأستاذ كان بيصلي ده محمود يعني، قالت الأستاذ محمود محمد طه ما كان بيصلي الصلاة ذات الركوع والسجود، لكن ده ما معناها إنه الأستاذ ما كان بيصلي. ها معناها شنو؟ الصلاة ذات شنو هي؟ هي الصلاة ذات شنو؟ وربنا لما أمر الناس بصلاة الجماعة قال واركعوا مع الراكعين، ذكر بركن مهم جدا وهو الركوع، عشان تعرف أهمية الركوع وأهمية بقية أركان الصلاة. ده بصلي كيف يعني؟ وطيب الفرق بينه وبين صلاة اليهود والنصارى شنو؟ عرفتها؟ إنه يقول لك يعني ده معناه ما قاعد يصلي محمود محمد طه، عرفتها؟ والدالي برضه سأله، ده برضه جمهوري جابوه، وده طبعا تكفيري من النوع الأصلي، تكفيري وداعش وجمهوري الاثنين لامين أو الأربعة، عرفتها؟ الزول ده قال إنه محمود محمد طه ما كان بيصلي لأنه عنده صلاة براو وعنده صيام براو. المذيع قال له يعني أي حاجة؟ قال له أي شيء، شريعة كلها حقته برا، عرفتها؟ والكلام ده قالوه هنا، بجي بقرأ لك بعدين إن شاء الله. طيب قام يتكلم عن الإسلام ومرتبة الإسلام، قال وثالثه أن المجتمع المسلم حقا لم يدخل في الوجود بعد، قال المجتمع المسلم المسلم بجد ما خش الوجود لسه. طبعا ده تكفير، الناس ديل تكفيرين والله، جمهورين ديل ملحد وبرضه في نفس الوقت تكفيري، ديل تلايقين كيف تمشي تظالمهم. طيب قال وسيجيء في مستقبل الأيام القريبة إن شاء الله حيث تقوم المدنية الجديدة التي تحدثنا عنها هنا، وفيها يبلغ سائر الأفراد الإسلام، يعني لما تجي المدنية هنا الناس بيبلغوا الإسلام، وهي مرتبة الإسلام لم تتحقق في المجتمعات الماضيات إلا للأنبياء الإسلام. وحتى هؤلاء ده طبعا اسم إشارة للجمع، مش أقرب مشار إليه منه الأنبياء، قال لك حتى الأنبياء ذاتهم وحتى هؤلاء قصر عنها بعضهم، حتى مرتبة الإسلام في أنبياء ذاتهم ما وصلوها. رأيكم شنو يا ناس؟ ربنا سبحانه وتعالى قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له شنو؟ نحن له منو؟ شنو؟ مسلمون. تقول الأنبياء ما حصلوا مرتبة الإسلام؟ ربنا قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له شنو؟ مسلمون. النازل عشان لأنهم ما فاضين دارين يستهزئوا بالقرآن ويلعبوا بالقرآن. طيب ده كفر بالله. ربنا الرسل والأنبياء ديل اختيار من صالحي البشر، ربنا قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فربنا سبحانه وتعالى هو اللي اصطفاهم واختارهم، عشان كده ربنا قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وربنا سبحانه وتعالى قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زول اتكلم وطعن في الأنبياء، ده تاني ترجو منه خير؟ ده تاني انت راجي منه؟ وفي ناس يقول لك القراي أمل التعليم، خليه يعلم روحه،
يا أخي الجماعة اللي بيدعموا التعليم، المنظمات الأجنبية اللي بتدعم الكتاب المدرسي، قالت لي كتابك ده مو نافع، كتابك ده ما كتاب تعليم. زول يقول يشيلوا صورة الزلزلة برا لأنه قال صورة الزلزلة بتخوف الأطفال. طيب لو الطفل ده قام لك بخاف من الله، ده شي حميد ولا كعب؟ ما نحن الناس اللي ما بخافوا من الله وصلونا لأنك تجينا، الناس اللي ما بخافوا من الله سفونا، الله يسففك التراب يا أخي، عرفتها؟ نحن دارين جيل يخاف من الله، دارت يتعلمهم لي الأغاني قال بتاعت الثورة، قال بدل القرآن فرشة ومعجون نديك، عرفتها؟ ونحن إن شاء الله حجة وآية نديك لما نكشفك بإذن الله. طيب